وعوري صباعك. يس لا ما تعوريش صباعك، قشريها خلي صباعك وابشريها في المبشرة واقصري عليها واحدة كبيرة ليمونة، ليمونة فوق البطاطس، ليمونة الحبايب عند ظل ليمونة، ليمونة كاملة متكاملة فوق البوتيتو البطاطس. هي تاني ما ترميش القشرة، حطي ليا شوية بيكنج بودر وادعكي الحلل يا ناتسنا يا ناتسنا يا ناتسنا والله ناتسنا. اهدى الولاية اللي دخلت هذا أمة لا إله إلا الله. أنا كده أنا بحب أهزأهم يا أختي. آتي حل، آتي حل في الليلة دي، آتي حل، هاتي فيها شاشة فردة شراب مش معفن ولا تزعلين. يس والله اهدي، هي هنا ولا ايه؟ بتنتي بتصور ما جت؟ ها؟ انا لابسه كلسون اها والله العظيم اللي بلبلك لو دخلت يا بت لابسه خرز زرق او قلبيه زرق بس طرحه زرق. يس اها اها بس خلاص محدش يكلمني ناو علي ولا يا حمو انت مساحة يلا. يس يس بيبي يس تعالي تعالي هون ازرق ربنا يستر. خلاص خلاص استويت، هاتي حلة هاتي فيها شاش وبشرتي البطاطس وعصرت عليها الليمونة. انزلي بالبطاطس اللي بالليمونة هنا لو حساسة انت ما تحسسة حطي الليمون يا رب يريحك ويريحنا منك يا رب. ما توسخينيش المواعيد انا مشتغلش عندك. اهي اهي بطاطس معصورة ليه ليمونة عنده مبشورة، ده ذهب صيني لحصل تقري علي ولا حاجة. ياس من الحسين اهو ياس. خلاص اعمل ايه والترابيزة صيني ياس والجلابية صيني تمام. انت كده مبسوطة؟ الشرب الوحيد هو اللي مش صيني الماني. انت خيار خيار رايا خيار رايا وبشوريها من من النونو بتاعت كايرو. ياس عارفها الصغيرة دي؟ عندك خيار انجليزي طويلة خدي ربع خيار رايا انجليزي وبشوريها في المبشرة وانت واقفة تزلقتي الاكل كده وبتعملي صينية البطاطس. افتكري البت ابي قالت ابشري بطاطس يا يايا وخيار رايا الاتنين مع بعضياتهم في الشاشة وما توسخليش مواعيد عشان انا مش بشتغل عندك. اهو اهي شوفي بتزعقيلي ليه. اهو خيار وبطاطس هتعملي بيهم ايه؟ هعصرهم. فاكرين المعصرة؟ مين اللي حضر المعصرة؟ عصري في المعصرة مية البطاطس مع الليمون مع الخيار في المعصرة. انا هفكرك بالفيديو ده هون، كنت عازمة صاحبتي وجبت جمبري ورقصت انا والجمبري في المطبخ. يس كنت مبسوطة عشان صاحبتي جاية. اهو شوفي مية الخيار مع مية البطاطس مع ليمونة اهو كده كده هي كده حلوة خالص ما تقلقيش منها خالص. لوك قد تمام تقدري تفصلي كل واحدة تعصريها لوحدياتها يعني تاخدي بقى دي تحطيها على السلطة خيار الراية وبطاطساية اضربي عليها بيضتين وعشي زغلول اومليت. يلا ولا يهمك خليهم على جنب يا ابي. كده كده المية المية بهدلتي الدنيا يا ابي. يوه
هنعمل ايه؟ ولا يا حمو التمساحة يلا يس. وخد بالك من الناس اللي بتخش تتبول في الصفحة عندنا، اوكي؟ يس. واربط راسه ولاي، لا ما تولعيش، استني شوية. عملت شارية بتل ورمة؟ استني لما اشوف الرقم، مش هأذلهم شوية. اهدى، كل دول لسه ما عدتش؟ كبت اشالكم كيفكم عرف هي جزفت عند نيلة تفرقع الشعلوب. أمو قطعة الخطك التاتش، تعالي يا تاتش، تعالي هنا. ميت بطاطس، ميت خيار، لبن بودرة، ملعقة كبيرة مزلقات، في حاجة مات. أعمل إيه تاني أنا؟ أعمل إيه؟ ملعقة لبن بودرة مزلقات هنا مع مية البطاطس ومية الخيار. انتي حكاية كلها ان انتي هتبشري بطاطاية مع صباعك زي ما انا عملت كده، تبشري صباعك. مقاطعة، هاتي قطيعة تقطعك وتقطع اهلك، هاتي لبن رضاع. اوكي اهو، وانزلي بقى كده نهون، قلبي ودوبي وقلبي ودوبي وقلبي ودوبي اللبن، دوبي اللبن في الليلة بتاعتك ده. هايل، بتعملي ايه يا ابي؟ عصرت بطاطايايا وجزر وخيارايا، مش شايفة، مش شايفة حاجة. انتوا بتلبسوا الحاجات دي ازاي؟ استنى. ايوه كده احسن، صدعتني لما ربطها كده، تبقى قاعدة ربط راسها زي الرامبو. يلا يا ولاد تعالوا، يا بت يا بت تعالي. ملقت لبن البودرة دابت وربطنا القمطة. جوز الهند بيطري البشرة،
الليمونة للتفتيح الله يفتحها عليك يا أبي. والخلطة دي هين كنت برقص أنا وجمبري فيها يس. بس النهاردة ماليش نفس اشتغل رقص يس. وبحاول على قد ما أقدر أخليها تستوي تشرب وتاخد وتدي وتبوس في بعضياتها بقى. الليمونة بتبوس في الخيارة والخيارة بتبوس في مية البطاطس. وجوزناهم جواز حلال حاليا امام العالم اشهار اهو. شفتوا كده بتحسي انه بيلم بعضياته يا كده اهو. اهدى علاج يا اختي تاني علشان الهالات السود. علاج قديم يخص ابي لندن ووكر من 8 سنوات ومن 6 سنوات ومن 3 سنوات بكرره اهو. عشان ايه؟ عشان الهالات السودا. تاني اهدى يا ابي انت عملتيها في واشنطن يس. عملتها لأمونة حبيبتي. اول ما تحسي ان هي لمت بعضياتها من الحلة واصبحت تزلحق بالشكل ده اعرفي ان هي كده جاهزة وبتنزل منك زي شريط. هي دي العلامة يس. علاج قديم بنستعمله من زمان جدا انا ومتابعاتي من قديم الازل اهو. ابن الرقاصة اهو هو ده يس. تمام. لا مش تمام. اللي تمام ان انت لازم تشتغلي معايا الخطوات اللي جاية بقى. عندك بطاطس، عندك خيار راي ايه، عندك الليمون ايه، لازم تروحي تشتري برطمانات ملزوقة بالكل. روحي روحي يا اختي روحي. عايزين الناس اللي يضحكون عليكم والله. وهنبتدي ننزل بالوصفاية دهين تاني كلاكيت اهلات السودا. واللي هيفتح بقه بعد كده عند يقول لي عندي مشكلة في الهالات السودا هنفخ. انا بقول لك اهو لسه وصفة النفخ جاي ولا عدوني 100,000 اعجاب فوق. علم مضروبة والله زي الذهب اللي قبل لبسها المضروب ده. انزلي بالخلطة بتاعتك يا اختي. انزلي انزلي عمالة تاخدي من الزغلول فلوس. خرمتي جيوب ام الراجل جوزك وانت عارفة انه ممكن يكون السلاح في ايدك. والله لا يكون في عون الزغاليل كلها يا رب. اي والله اي والله. هذا هو العلاج ببرده يا بتورمة. هذا هو العلاج اهو امامك اهو. لونه اخضر فاتح بوستاشيو كده يعني. ما بيفهموش بوستاشيو يعني ايه نو. انزلي قلبة ملعقة كبيرة من الصبار واحد ونية يعني ملعقة. مزلقاتة ملعقة مزلقاتة كده الكمية دهين ملعقة كبيرة مزلقات من الصبار مع نشا البطاطس مع الليمونة يس مع خيار الراية المبشورة ومعصورة في فردة الشراب المدح. حطينا عليه ملعقة حليب جوز هند اكسترا. اذا حابة حط، مش حابة استكفي بلبن البودر او لبن الرضاعة. الرضاعة تمام يس. ناو ما تنوليش اتي فيتامين او افتامين افتامين او يا الكبيرة او لا بلاش كبيرة خلينا في المصري تحيا جمهورية مصر العربية. انتي 1000 ملي فيتامين
اي اهو المصري فيتامين اي المصري اللي هو مكتوبه ليه ه ه هلس في هلس هو ده خشي لك الخانة قولي له كده عايزه فيتامين ه ه هلس في هلس فيتامين اي بالانجلش اي بالفرنساوي يس اما التانيين اللي هم ما يعرفوش حاجه يخشوا يقولوا له عايزين ه ه هلس في هلس يس ناو كانوا هيقطعوني لايف عشان انتم ما عدتونيش الرقم اللي مظبوط فوق قبه شيلكم روحي لاجهزه خانه قولي له عايزه فيتامين ه ه هلس في هلس وما تنسيش يا بتروان ما تقلديناني وما بقولها على الكميه دي محتاجه خمسه كبسولات من الرخيص بتاعكم الفيتامين فيتامين يا خذوا عند الريح انت سيخ المحل ما تقعيش اللي مش ناقصاك من النهارده اعصابي كلها تحت البنطلون بايظ ناو ادي كبسوله غوز عند البنطلون بايظ ناو ادي كبسوله غوز عند الريح يا على ابو ابوك عند ابو امك يا اللي بتتصل بيا ناو يس كده اهو غزو عند ريحه خمسة من فيتامين اي فوق الخلطة دي كده سوري اتي كل اللي في معامية البالون يس زلي بيها كل واحد اتنين مش هنلحق نعمل الوصفة بتاع شعري يعني عشان المئة الف ما عدناهمش انا ما شايف غزو عند رياحو اتنين غزو عند رياحو ثلاثة ه ه هز في هز اسمه كده قولي له كده هو هيعرف هيقولك دي بتتابع البيت ابي مجنونة اللي في لندن يس كل الناس تعرفي نوني الا الناس ولاد الورمة اللي هنا في التيك توك دوسي انزلي باله ه هز في هز خمسة يس ثلاثة يس أربعة يا ماما أربعة غزو عند ريحو علشان الخلطة بتاعتك تكون متظبطة يس كده اهو خلاص لا مش خلاص نمبر خمسة ازاي نمبر فايف ايوه اهي غزو عند ريحو اهي نمبر فايف يس ونزلي بقى زي رامبو المنتقم وتغطي عليها يس نزلي كل اللي في معاميع البالونة عصاري ونزلي وعصاري ونزلي كده اهو خلاص كله خمسة بقى وخميسة في عينك يا بيت الورمة من فيتامين ه ه هلس في هلس سهلة يس موت سهلة جدا اوي خالص سهلة زي عصرة الليمون حطينا صبار حطينا خمسة كبسولات فيتامين او هنحط دلوقتي كاستر اويل زيت الخروع امبولة مليانة طويلة لو قصيرة طوليها زيت الخروع بتشربه البشرة بيعالج التجاعيد وبيديكي نضارة رهيبة جبارة بعد استعماله لمدة أسبوع أمبولة طويلة العمر انزلي بيها فوق الوصفاية بتاعتك دهين تقيل تحسي ان هو تقيل بيطف كده وهو بينزل شايفة؟ ايه قلة الأدب دي؟ مش انا حذرتك وقلتلك امشي من بدري عشان كده عشان انت مكنتش هتبقي مبسوطة معايا اصلا هتلاقي نفسك كل شوية بتقولي عيب يس زيت الخروع من اهم الزيوت للتجاعيد مع الصبار مع باقي مكوناتك هداري اضربي نار انزلي اضربي نار عليهم ودمجيهم
بطيخه وجرنان ومدفعيه كل يوم كل يوم، وفي الاخر هيطلقك هيطلقك يا بنت الورب، هيطلقك يس هيطلقك وهيرتاح من وشك. اما بيجيب البطيخه بالليل بيجيبها لشيء في نفس يعقوبيان يا بنت الورم، مش عشان انت تدفسي له في اكله وعند يتنفخ زي البالونه وبعدين يدخن ومحدش يبص له. يا ولايه يا ولايه اكلي حاجات خفيفه اختي بالليل، بلاش يا امي بلاش. خلطه النهار للهالات السودا سيرم جبار من ميه الخيار، سيرم فعال من نشا المستخرج من البطاطس والليمون. لو حساسة عندما تحسس لا اطلعي بره اللايف ده كله، النهارده يوم الحساسية اللي علمني. هذه الوصفة تقدري تدلكيها بالنهار قبل ما تنزلين علشان هي مش هتضرك اثناء الشمس. الواقي فيها الواقي فيها زيت الخروع وقاية ليل عند نهار، زيت السمسم وقاية، فيتامين اي وقاية. ناو انا هحط زيت السمسم، انت عندك سمسم حط، ما عندكيش زيت سمسم ان شاء الله عنك ما حطيتش، هي كده مظبوط لوحديات بس انا حابة ادلها صح يا اختي يس. انزل بقى بملعقة شاي صغيرة تهون يس من زيت السمسم اهو، عشان زيت السمسم وزيت الفيتامين او والصبار بيحطوه للشمس ومش بيبقى غلط عزلط. وروح اشوف الحياة بتاعتي اخبارها ايه، بس خلاص سمعتي كلام. استعملتي كهربا كتير يا ابي عند كده خراب بيوت وفاتورة عالية، قدش بطرمان وحطي فيه الخلطة بتاعك هنا ناو ولا يخطأ إذا برد، حطي عليه ستيكر وكتبي تاريخ الانتاج نفس تاريخ صلاحية خلاصي خالص. يوتيوب مش عايزاكو ناو عشان انا تحولت بقيت ست الشالة، انستجرام اشوفكم وشكم على خير، انتوا كده خدتوا الوصفية وخلصت الشغلانة. خليني بقى في خمارة تياني هنا، ادي وصفاية الخيار مع البطاطس سيرم، تقدري ان انتي تحطيه بالنهار بتتشربه البشرة يس، وبيديكي علاج للنهار للهالات السودا وللتجاعيد بتقل بتقل اختي كده 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 كده. خلاص خلطة الشعر بقى والخلطة التانية بتاع الاكل، ممكن لو لقيت روحانياتي مش بعمل حاجة كده هون اهي، دي خلطة الهالات السودا للنهار للنهار ايدي تارت اهو للنهار اهو، بتشربوا البشرة ما بيبقالوش اي اثر، ما لهوش زيوت تقيلة، ما لهوش زيت زيتون، ما لهوش زيت جوز هند، ما لهوش زيوت تقيلة، عليه زيوت للشمس، عليه ايه؟ ليه زيوت الخروع والسمسم وفيتامين اي اللي هو انتوا بتقولوا عليه في كايرو فيتامين ه ه هدس في هدس اهو، شرباته البشرة ويطرى وينعم وبيخليلك الهالات السودا بتروح. انا بعد كده خلاص هتبرى منك لو قلتيلي